في البعثة أيضا علي معلول إصابته بشد في العضلة الخلفية، كنا قبل الهوا مع الدكتور أحمد أبو عبلة، قال هو قدامه 4 أو 5 أيام تحت التجهيز والتأهيل، فمش هيلحق مباراة بالميراس. ادي 3 لعيبة مهمين جدا، الثلاث لاعبين. انت لما تشوف حتى الإيجابية في التلت الهجومي كانت متركزة في طاهر والشحات وكهرباء. صحيح. فإنما ما احناش عارفين لو غيرهم خد الفرص هيتألق بإذن الله. بكرة إن شاء الله الفريق هيأدي المران الأخير بقى له في الدوحة، لأنه خلاص يوم الخميس المباراة الساعة 6 بتوقيت الدوحة، 5 بتوقيت القاهرة، وتليها مباراة الدور النهائي أو مباراة كأس البطولة اللي هتجمع تجريس المكسيكي مع بايرن ميونخ. المفارقة بقى إن المفاجأة الوحيدة اللي حصلت في البطولة لحد دلوقتي عشان تواجه بطل أوروبا وبطل أمريكا اللاتينية. أيوة. يعني درس في منتهى الصعوبة، لكن أعتقد إن أنا متصور إن احنا ممكن نشوف ماتش أفضل للأهلي. بالمناسبة وإن كان معلش يا أستاذ إبراهيم، يعني الزملاء هنا المخرجين عاملين مونتاج للماتش للدقائق بتاعت يعني الأهلي اللي لعبها، وأنا اتفرجت على الهاف تايم الأولاني اللي بيقولوا عليه سيء، ولقيت لينا لحظات حلوه جدا في الشوط الاول، وهيعملوا الشوط الثاني هتبقى معايا. لكن انتوا عارفين عرضها دي حقوق، يعني لا هي مش هنقدر نعرضها، انما هنقدر نعلق بعدين مش النهارده على توقيت التالق والشكله وده اللي العالم كله يحترمنا في هذا الاداء، لكن احنا كبرياءنا وطموحنا اعلى من كده زي ما بيقول الكابيتانو.